والله هم بيستغربوا جدا ازاي واحد هيصد بايد واحد. والله العظيم اي حد بيتعب في الدنيا دي ربنا ما بيضيعش تعبه. اوعى تبص للناس اللي بتحبطك وكمل طريقك وسيبها على الله. انا محمد ضيوف، حارس مرمى، عندي 26 سنه وبلعب في الساك الواحده، والحمد لله انا مولود كده طبيعي، وعمر دراعي ما كان عقبه في حياتي، بل بالعكس انا بحب كره القدم جدا، واكتر حاجه حبيتها كمان حارس المرمى، عشان حارس المرمى ده بيبقى هو نص الفريق، فانا حبيت ابقى نص الفريق بايد واحده عشان ابقى مختلف عن اي حد، وابقى قدوه لاي حد، وابقى طاقه لاي حد يأسام في حياته او كده. لا بس الحمد لله عندي اراده وعزيمه وعندي استعداد العب مع اي حد. انا بلعب مع اصحابي السلام عادي، وبقف برضو حارس مرمى، والحمد لله انا مشهور في بلدي جدا ان انا احسن حارس في بلدنا الحمد لله. وامنيه حياتي وحلم حياتي ان انا اخد احسن حارس في العالم في لعبتي، مش في افريقيا بس، لان افريقيا بس دي حاجه بالنسبه لي بسيطه. لا انا عايز اعمل اللي ما اتعملش، وعايز اخد احسن حارس في العالم. والله هو ممكن كل يوم بنزل الملعب بعد الشغل اتدرب، ممكن اوقات مع نفسي، وممكن اوقات في زمايل كتير يعني بيساعدوني، او ناس كتير يعني لما بيعرفوا ان انا اللعبه دي موجوده في مصر وكده فبيدعموني، يعني ناس كويسين يعني في كباتن كتير بيقفوا في ظهري وبيدعموني. والله هم بيستغربوا جدا ازاي واحد هيصد بايد واحد، يعني هم بيبقى حاسين ان انا بقى بتريق او بتكلم كلام مش واقعي. فبعد كده بقول لهم ما تحكموش على الحاجه من اول، احكموا لما تشوفوني الاول. فلما بنزل الملعب بلاقي الناس اللي هي كانت بتقول انت هتنزل ازاي وتلعب بايد واحده ازاي، بلاقيهم هم اللي بيشجعوني وهم اللي بيسقفوا لي. فبقول لهم انا هوصلكم لان انتوا تسقفوا لي، وبوصلهم ان هم يسقفوا لي. انا بحب حارس المرمى من صغري، ودي موهبه من ربنا، والحمد لله انا طبعا حبيت الموضوع، وانا عشان بحب حراسه المرمى فبعمل المستحيل وبعمل اللي ما يتعملش فيها، والكره بالنسبه لي بقت هي حياه. والله هو اكتر حارس بحبه وعجبني جدا هو مندي حارس السنغال. الحارس ده انا بموت فيه، وبحس ان هو شبه في كل حاجه في الصد عامه يعني. والله انا شايف ان محدش ييأس ومحدش يستسلم، الحياه دي عايزه المقاتل والمحارب، وعايزه اللي ما يستسلمش. قول يا رب، وربنا قادر على كل شيء، ولازم ولابد ان انت حتى لو وقعت تقوم وتقف على رجلك تاني. وهتقابلك صعوبات كتيره قوي، وهتقابلك احباطات كتيره قوي من ناس كتيره قوي، بس مالكش دعوه، ما تسمعش لحد، خليك مركز في هدفك ومركز في شغلك، وان شاء الله ربنا بيكرم اي حد بيجتهد. مستني الدعم ان انتوا تدعموني. والله والله انا عندي استعداد احارب العالم كله في لعبتي، من اجل ان انا ارفع علم مصر في جميع القارات وفي جميع العالم، وان شاء الله لازم اخد احسن حارس في العالم، وده اللي انا بجتهد عشانه، وده اللي انا بشتغل عشانه.